السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب بيت باي بيت للصف الثالث الإعدادي الترم الأول عام الدراسي 2024، صفحة 50 إن شاء الله. سؤال المحادثة: هالة and her friends are planning to help clean the park near their house. هالة وأصدقائها بيخططوا إنهم يساعدوا في تنظيف الحديقة القريبة من منزلهم. What are you going to do with your friends today؟ ماذا سوف تفعلين مع أصدقائك اليوم؟ هيذهبوا، يبقى هنا يو حولها إلى we، يبقى we are، ونكمل لحد الآخر. We are going to clean the park، من هنا فوق the park، إحنا هننظف الحديقة العامة. بعد كده that's a good idea، هذه فكرة جيدة. بعد كده سألته سؤال، هتلاقي we are going to get some volunteers to help us، احنا سوف نحصل على متطوعين لفعل ذلك. يبقى كيف سوف تفعلون ذلك؟ يبقى how are you going to do that، كيف تفعلون ذلك؟ عن طريق المتطوعين. بعد كده قالت لها what about the rubbish، وماذا عن القمامة؟ القمامة بتتجمع، يبقى نقول we are going to collect it، أو the rubbish على طول، نحن سوف نجمع القمامة. بعد كده أسئلة المواقف. السؤال الأول: your friend asks you about a form of communication in your community. صديقك بيسألك ايه هي وسائل التواصل الموجودة في المجتمع بتاعك. وسائل التواصل هي وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى نقول مثلا we، نعدل بس الصفحة عشان مش واضحة خالص. تمام، نكمل. هنا بيقول له على وسائل التواصل في المجتمع، احنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. we use social or social network service page to communicate. بعد كده you ask your friend about a problem in his or her community. انت بتسأل صديقك عن المشكلة الموجودة في المجتمع الخاص به او بها. يبقى ما المشكلة الموجودة في مجتمعك؟ يبقى what. لو هي مشاكل كتيرة اقول are، لو هي بسألها مشكلة واحدة يبقى what is. يبقى what is كتبت are، لو خليت بس خلي problem problems كتبت are. What is the problem، ما هي المشكلة of your community، لمجتمعك. ما هي المشكلة الموجودة في مجتمعك. You ask your friends what things which are important to them in the community. انت بتسأل اصدقائك ما هي الاشياء المهمة في مجتمعهم. يبقى ما الاشياء الاكثر اهمية في مجتمعكم او مجتمعك. يبقى what are the most important things in your community. تمام، بعد كده أسئلة الاختيارات. السؤال الأول: The school has put a list of top students up on the، المدرسة قامت بوضعت قائمة الطلاب المتفوقين على ايه؟ النوتس بورد، لوحة الإعلان. بالإجابة لتر بي. السؤال الثاني: The students gave the people space on the damage the dangers of cutting trees. الطلاب قاموا بإعطاء الناس ايه عن أخطار قطع الأشجار. يبقى ادوهم ملصقات أو منشورات، ليفلتس. الإجابة لتر اي دي. السؤال الثالث: We have a new space living in our old house. نحن لدينا جديد يعيش في المنزل الخاص بنا، لدينا مستأجر، يبقى tenant. الإجابة letter C. السؤال الرابع: They have bought three new space in the town park to get more people to visit it. They bought three، هم وضعوا 3 جداد in town park، في حديقة المدينة، to get more people to visit it، عشان يبقى في ناس اكتر في الزياره. يبقى وضعوا ايه؟ بنشز، اللي هي المقاعد الكبيره. الاجابه لتر دي. بعد كده السؤال الخامس: The walls of the club are full of
الحوائط اللي موجودة في النادي مليئة بإيه؟ مليئة بالرسوم الجدارية جرافيتي لجبل ترسيم. بعد كده صفحة 51. The new math teacher is based each child with a friendly smile. المدرسة الماس قامت بتحية كل طفل بابتسامة ودودة، يبقى greeted الإجابة لتر بي. السؤال السابع. You have to pay space the glass window which you broke boys. أنتم يجب أن تدفعوا ثمن الزجاج الذي كسرتوه. pay بيجي بعد حرف الجر for الإجابة لتر دي. السؤال الثامن. When Ali switched off the torch it was really space inside the room. لما علي قام بإطفاء الكشاف كان في داخل الحجرة كان في ظلام، يبقى داركنس الإجابة لتر A. it was، لا داركنس ديت لو جه قبلها يا ام يا از يا ار، انما it was طالما it was يبقى الصفة يبقى كده هتبقى دارك، معلش معذرة هتبقى دارك عشان صفة، تمام. انما انا هنا حطيت داركنس الظلام هتبقى قبلها زي مثلا أداة التعريف، انما هنا was بقى صفة. فيرب تو بي في الماضي. مستر كمال دايد ات هوم اوفر الونج. هنا مستر كمال توفى في المنزل بسبب ايه طويل؟ بسبب مرض طويل illness، يبقى الاجابه لتر سي. الله عايزينها في اداه تعريف عشان كده حطيت اسم بعد الصفه لونج اللي هي ايه. السؤال العاشر، يا اداه نكره معذره. السؤال العاشر. وي فاوند اوت اباوت ذا كوميونتي بروجكت اون ذا سوشيال سبيس سيرفيس. نحن وجدنا مشروع عن المجتمع في السوشيال اي سيرفيس في السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، بس هي سوشيال ميديا سيرفيس، لا سوشيال ميديا بس تكفي، طالما في سيرفيس يبقى هنحط نتورك، يبقى نتورك الاجابه لتر بي. بعد كده السؤال ال 11. هاف يو جوت اني بلانز فور نيكست ويكند. هل عندك اي خطط لعطله نهايه الاسبوع القادمه؟ يس شور بالتاكيد. ماي بيرنتس اند اي، ماي بيرنتس اند اي الاثنين جمع فتاخد ار، يبقى ار تو فيزيت، ار جوينج تو فيزيت. واستخدمنا ار ليه؟ عشان في خطط، الخطه بستخدم فيها استخدام جوينج تو مش ويل، يبقى هنا الاجابه لتر دي ار جوينج تو فيزيت ذا جراند بيرنتس، سوف نزور جدودنا. السؤال ال 12. وي سبيس دينر ات ريستورانت اون ساندي. everything is planned. planned يعني برضو كل شيء تم التخطيط له، طالما تم التخطيط له برضو هتبقى استخدام going to، يبقى هنا هندور على going هنلاقي are going to have الاجابه لتر دي. بعد كده السؤال ال 13. ذا دكتور سيز اي سبيس ا بيبي. الدكتور بيقول انا سوف يكون لدي بيبي طفل، كده عندي دليل ان الدكتور ايه اللي خلاه يقول، لانه شاف ان امراه حامل، الحمله ده دليل، لذلك هستخدم ايه؟ هستخدم برضو استخدام going to، يبقى I am having، I am going to have ولا I am having. the doctor says I space a baby، انا يبقى عندي طفل، يعني انا I am going to have، تمام؟ يبقى هي دي I'm going to have، لأن أنا عندي دليل. The doctor says أنا سوف يكون لدي طفل. I'm going to have. إنما I'm having لأن برضو قريبة من المعنى ديت، لو شيء أعددت ليه، لو شيء أعددت ليه زي حفلة مثلا، زي سفر، زي حجز تذاكر في مطعم أو في السينما، دي شيء أعددت ليه. إنما هنا في دليل إن الدكتور شاف الإمرأة حامل، السيدة حامل، فقال لها إن أنا هيبقى عندي طفل. تمام، يعني هما الاثنين قريبين من بعض بصراحة جدا، I'm going to have و I'm having، فأنا مايل ل I'm going to have. السؤال ال 14. Could you call me at 5 because I space tomorrow. ممكن تبلغني على الساعة 5 لأن because I لأن إيه tomorrow، لأن هغادر بكرة. هنا will leave ولا am leaving ولا going to leave؟ طب هنا هتبقى am leaving، يبقى هنا أنا سوف أغادر، الإجابة لتر B. السؤال 15. great news الأخبار الجيدة. سامح and هاني، سامح وهاني to visit us هيجوا يزورونا، بس هنا بقى سامح وهاني هيجوا يزورونا، وأخبار جيدة يبقى كده هم أعدوا إن هم هيزوروا شخص، فعشان كده في الإعداد، في الإعداد الشيء بتدل على إعداد الشيء، بجهز لحاجة زي الحفلة، زي الزيارة، زي السفر بقطع التذاكر، زي حجز الكراسي في مثلا في سينما، حجز كراسي في الاستاد، حجز كراسي في مطعم، دي كلها اسمها اعداد، عشان كده بستخدم فيها المضارع المستمر. عشان كده انا ملت هنا في سؤال 13 لديت ليه جوينج تو، لان جوينج تو بتدل على دليل، والدليل ان السيده حامل،
يبقى عشان كده هترزق بطفل، عشان كده اخترت رقم بي. انما هنا هختار، هنا في اخبار كويسه، ده هم جايين، سامح وهاني جايين، خلاص اخبروهم ان هم جايين فهم بيستعدوا. هيبقى هنستخدم كده الايه، الزمن المضارع المستمر اللي هو ام يا ايزي ار زائد فيرب اخره اي ان جي، سامح وهاني جمع فتاخد ار كومينج، الاجابه لتر اي. شكرا والسلام عليكم.